الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مما تعلمته منكم حفظكم الله أنه يخرج من دائرة أهل السنة من خالفهم في أصل من أصولهم أو طرق استدلالهم العقدي أو عقيدة واحدة أجمعوا عليها، فهل يصح زيادة أو أنكر عملاً أجمع عليه أهل السنة، مثل من أنكر مسح على الخفين الذي نص عليه الطحاوي في عقيدته خلافة للرافضة، ومنكر التحذير من أهل البدع الذي نص عليه الصابوني في عقيدة السلف وأهل الحديث خلافة للمرجئة؟ الحمد لله رب العالمين، أقول ووفقك الله. أما مسألة الإقرار بمشروعية المسح على الخفين فلا ينبغي لنا أن نجعلها من مسائل الولاء والبراء العامة، ولكن نجعلها من جملة الفروق بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وبين بعض أهل البدع. ولا يخفى على شريف علمك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا في أصل جواز المسح من عدمه، فمن الصحابة من كان لا يرى جواز المسح، ومن الصحابة من يرى جوازه، وإن كانت كلمة أهل العلم بعامتهم قد اتفقت على جواز المسح، إلا أن المسائل في المسح على الخفين فيها نوع خلاف، فهي أقرب إلى المسائل الفقهية من كونها مسألة عقدية، ولكن الإمام الطحاوي رحمه الله قررها في مسائل الاعتقاد تبعاً لابتداءً، بمعنى أنه من كمال التفريق بين أهل السنة وأهل البدع أننا نجعل من جملة الفروق حتى بعض المسائل الفقهية التي اشتهر الخلاف فيها عن أهل البدع، وإن كان فيها نوع خلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن من أنكرها واشتهر الإنكار عنهم أهل البدع. فلا يجوز لنا أن نجعل الإقرار بمسألة المسح على الخفين دليلا على وجود الاتباع، وإنكارها دليل على وجود الابتداع، فهذه المسألة لا يجوز لنا أن نحكم عليها بحكم تلك المسائل العقدية التي يخرج عن دائرة أهل السنة من خالفها. وأما مسألة الإنكار على أهل البدع، فإذا جاءنا رجل وحذرنا من الإنكار على أهل البدع فلا جرم أنه خارج عن دائرة أهل السنة فيكون مبتدعا في هذه المسألة، لأن أهل السنة مطبقون على أن من جملة أصول الاعتقاد والدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم المعروف الأمر بالتوحيد، ومن أعظم المنكر النهي الإنكار على المشركين وأهل البدع. فإذا خالف الإنسان في هذه الجزئية من الدين فإنه خالف في أصل عظيم من أصول الإسلام، وفي أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. فأنت ذكرت في سؤالك مسألتين، فوافقناك على واحدة وخالفناك في واحدة. وافقناك على أن من أنكر الإنكار على أهل البدع وأجاز لهم التعبد على ما يهوونه أنه خارج عن دائرة أهل السنة، ولكننا نخالفك وفقك الله في مسألة المسح على الخفين، فنقول هي تذكر من جملة الفروق في المسائل الفقهية بين أهل السنة وأهل البدع، لكن لا نجعلها أصلا عاما أو عقيدة نخرج عن دائرة أهل السنة من خالف فيها. فلو جاءنا إنسان الآن يقول: أنا لا أرى جواز المسح على الخفين، واستدل على عدم جواز المسح بأدلة أو آراء أو اجتهادات أو قواعد أو تعليلات، فلا يجوز لنا أن نخرجه عن دائرة أهل السنة بهذا الخلاف، لثبوت الخلاف في المسح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.